الأمريكية في الجزائر طلبت مقابلة قائد الأركان الفريق الأول شنقريحة، وقابلته بحضور طبعا كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، مثل ما توضح طبعا الصورة أمامنا طبعا الأمين العام، كبار القادة مع قائد الأركان بما فيه السفيرة الأمريكية تتقابل مع قائد الأركان، فيديو داروا خنزير كازا وليدهم من جهة حرشو، يعني كلمة هذا كيكتبونه وقلوا انشر، وجنيفيا نفس الشيء تسائل، وكثير من الناس يتسائلوا كيف السفيرة الأمريكية. إذن لقاء السفيرة الأمريكية مع قائد الأركان اللي يمثل وزارة الدفاع، أو يمثل يعني نعم هو مثل وزارة الدفاع يمثل الجيش الوطني الشعبي، لقاء عادي جدا وطبيعي، وليس لقاء يعني استثنائي أو لقاء سري، لقاء طبيعي عادي جدا. لكن نقدر نقول ممكن جدا لأول مرة، ممكن أنا ما عنديش علم قبل، لكن صار لأول مرة نسجلوا أنه سفير الأمريكية أو سفير أمريكي يطلب لقاء قائد الأركان ويتلقى معاه في إطار يعني شفاف أمام الإعلام وفي إطار واضح وصريح. إذن هذا التقارب، لأنه عندما أقول السفيرة الأمريكية تقابل وزير تقابل قائد أركان الجيش، يعني بموافقة رئيس الأمريكي، طبعا هي خبرت رئاسة تاع رئيس الأمريكي، خبرته قالت له سيد الرئيس أنا طلبت مقابلة قائد الأركان راح نتقابلها وي تفضلي. وقائد الأركان الجزائري خبر وزير الدفاع قائد أعلى القوات المسلحة رئيس الجمهورية وقالوا راه طلبتني السفيرة الأمريكية باش نتقابل معها وراح نتقابل معها، قالوا تفضل. إذن بموافقة كبار المسؤولين في البلدين، هذا التحرك وهذا التقارب وهذا الـ يعني الـ الانفتاح يزعج اللوبي الصهيوني، اللوبي الصهيوني في أمريكا وخارج أمريكا يزعجه طبعا، يخلقه كيف السفيرة الأمريكية اللي تمثل الدولة الأمريكية يقابلها قائد أركان الجزائري في الظروف الحالية اللي كاين توتر ما بين الجزائر والمغرب، إذا لازمنا نديروا لهم حظر الصفات، لازمنا نقلقوه. إذا يحرشوا كلب من الكلاب، نعم يحرشوا كلب من الكلاب، وليكن سيناتور صهيوني قال حاول كيفاش تخلط في المياه العكرة، قال بالرغم من أنه المطلب نتاعو مطلب عادي جدا، سيناتور يعني من اليمين المتطرف نتاعهم الموالي لإسرائيل وبالتالي الموالي للمخزن المغربي، يقول بلي لازم نفرض عقوبات على الجزائر لأنها من أكبر الدول المستوردة للأسلحة من روسيا، شيء عادي طبيعي عادي، ما يعني ماهوش حاجة غريبة ولا إيه. أمريكا يعني غبية لدرجة أنها تفرض عقوبات على الجزائر أو تسألي وش بتسألي نشري أسلحة من عندها، احنا 62 احنا نشري السلاح من عند روسيا من 62 في عز الكوارث وعز الحرب الباردة ما بين أمريكا وروسيا، وما قلقوناش ما بين الاتحاد السوفيتي سابقا وبين أمريكا في عز الحرب الباردة اللي كانت بيناتهم الدنيا واخرة، في حرب العدوان الثلاثي على مصر اللي شاركت الجيش الجزائر بجيشها، وما قلقناش لا أمريكا ولا غيرها وما خوفوناش وما يخوفوناش. نعم احنا رابع دولة في العالم تستورد الأسلحة من روسيا وبملايير الدولارات، وآخر يعني جيل من الأسلحة الروسية موجودة في الجزائر، يعني كي تستخدم روسيا دبابة بعد شهر شهرين راه في الجزائر. روسيا تصدر الأربع دول في العالم السلاح نتاعها بشكل مثل روسيا، كوريا الصين والجزائر، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى كوبا وبعض الدول الأخرى يتعاون معها، لكن كاين هذو ثلاثة اللي في المرتبة الأولى، الجزائر كوريا والصين، هذو ثلاث دول روسيا كي تصنع إبرة في القوات المسلحة خبر الجزائر قال نخدمنا حاجة مليحة يا روحوا تدوا، هاي عندنا واحد البيتزا رانا طيبناها مليحة هاي روحوا مادام سخونة روحوا تدوا، والناس كل على بالها، أمريكا على بالها، أوروبا على بالها، كل شيء على بالها، وتسمع ما على بالناش، هذا حقنا، حقنا أننا قوي منظومتنا الدفاعية وندافع على أرضنا وندافع على عرضنا. إذن هذا المطلب هذا تاع السيناتور يعني مطلب غبي، لماذا غبي؟ لأنه تزامن مع مع اللقاء النوعي ما بين السفيرة الأمريكية وقائد الأركان، لأنه لو كانت النية طبيعية وكذا الحرب الأوكرانية عندها عام، لأنه هذا السيناتور يربط القضية بالحرب الأوكرانية يقول لأنه الجزائر كذا والحرب الأوكرانية، إيه الحرب الأوكرانية عندها عام عندها يومين،
وعلاش ما هدرتش قبل شهر شهرين؟ علاش ما هدرتش قبل اصفر؟ علاش ما هدرتش عندك سمانة؟ علاش هدرت مباشرة بعد لقاء السفيرة مع قائد الأركان؟ جواب معروف. إذن طز فيكم.